مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملتقى الأحبة. كنا تكلمنا على مدار الحلقات السابقة عن مشروع حقق حلمك واضرب بسهم. النهاردة معنا الأستاذ أسامة الفار، صاحب شركة الفلاح والسهم الأخضر لاستصلاح الأراضي بالفرافرة الوادي الجديد. أهلا وسهلا اهلا بحضرتك، بحضرتك استاذ مروان، ربنا يبارك في حضرتك، شرفتنا ونورتنا. ربنا يبارك فيك، طبعا شرفنا والله. ولا انسى حبيبي وصديقي الغالي الاستاذ احمد مسعد زيدان. اهلا وسهلا بك ازيك استاذ بخير، ربنا يبارك فيك. الله يرضى عنك استاذ اسامه. انا عايز ادخل معاك على طول من حيث انتهينا. كنا يعني في الحلقات السابقه تكلمنا عن حق حلمك واضرب بسهم شركه الفلاح، وحضرتك كنت تكلمت بس في موضوع كيفية الحصول على سهم في شركة الفلاح، لكن عايزين نتكلم النهاردة بالتفصيل كيفية الحصول على سهم في شركة الفلاح. شركة السهم الأخضر ولا الفلاح؟ الفلاح، خلينا في الفلاح أولا. الفلاح أولا. نتطرق جميل. للسهم الأخضر. جميل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كيفية الحصول على سهم، الأول ما هو السهم؟ تمام. كلمة السهم أنشئت مع إنشاء شركة السهم الأخضر اللي احنا بصددها الآن واللي ورقها معايا الآن. السهم خمسة فدان، السهم خمسة فدان. شركة الفلاح احنا ممكن ندي فيها سهم، وممكن ندي فيها نص سهم، وممكن ندي فيها ربع سهم، يعني لحد فدان وربع، واحنا نفذنا كده بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن الآن كيفية الحصول ولا ما هو الفرق؟ طب انت رايك استاذ احمد كيفيه الحصول ولا ما هو الفرق؟ كيفيه الحصول. كيفيه الحصول. كيفيه الحصول. هو كيفيه الحصول حضرتك، الشركات موجوده على ارض الواقع، لها كيان قائم، شركتين منفصلتين، كل شركه لها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. طبعا عايزين نعرف الساده المشاهدين ونوجه انظارهم وملمحهم الى حاجه مهمه جدا، اللي اي ارض بتتاخد من المحافظة لازم يكون لها كيان، هذا الكيان متشكل في السجل التجاري والبطاقة الضريبية. طيب انت داخلك ايه بالكلام ده؟ هو انت لازم تبقى اصل اصيل في السجل التجاري والبطاقة الضريبية. واحد يقول لك انا يا عم انا جاي اشتري ارض ولا جاي اعمل شركة، يا سيد الفاضل انت لازم يبقى لك على ارض الواقع ارض، ويبقى لك حتة في الشركة اللي خدت الارض. بالظبط. لما بعض الناس يقول لك لما؟ لان الارض في الأراضي في المناطق الجديدة لم تملك إلا بعد الانتهاء من سداد حقوق الدولة. تمام. وده شيء مهم جدا لازم كله ياخد باله منه، اللي هو إيه؟ الانتهاء من حقوق الدولة، ثم يأتيك العقد النهائي للإيه؟ للشركة. تمام. اللي هو حق الانتفاع. اللي هو ما هي اسمها عقد إيجار بغرض التملك. تمام. اتكلمنا عنه قبل كده مرارا وتكرارا. قلنا ان هو ايجار على ما تثبت جدية عشان ما تسقعش الارض. بعد كده بتدفع من التملك 23 مثل القيمة الايجارية. تمام. اللي مربوطة عليها الارض، وتبقى مشاريع متفرقة باسعار متفرقة. تمام. فانت حضرتك بتيجي بتعين الارض معاينة على الطبيعة، بتشوف الارض اللي زرعت من سنتين واللي من سنة واللي بتتزرع واللي هتتزرع واللي بتتصلح واللي هتتصلح. رأي العين. تمام. يعني ما ينفعش انت تيجي تشتري غيابي، واحد يقول لي طب معلش اعمل حسابي وانا موافق، اقول له لا اسف، ابعت لي اخوك، واحد مسافر يعني. تمام. ابعت لي المحامي، ابعت لي ابوك، ابعت لي نسيبك. ما شاء الله. طبعا يكون في ثقه. الله ينور عليك. يعني ماشي، الثقه موجوده ان شاء الله. وعملنا ورق لناس غيابي بفضل الله عن طريق احد الاحبه اللي موجودين معانا في الشركه، ولكن انا بفضل ان هو ياتينا على ارض الواقع بنفسه، يشوف المشاريع اللي نجحت بنفسه، ونشوف الناس اللي قعدت وكلت وشربت وسكنت فعلا في المكان. تمام. وانتجت على ارض الواقع. ما شاء الله. فكيفيه الحصول بيتصل بينا، بينسق معانا ميعاد عشان لا ياتينا كده مع نفسه، ابقى انا مثلا في مشوار زي كده في القاهره او في المحافظه او في هيئه الاستثمار او كذا، بنقول له احنا موجودين، بياتينا ان شاء الله في المضيفه، بنطلع معاينه مجاني والضيافه مجاني، وبيبص راي العين. تمام. ما بناخدش منه مليم. الضيافه مجانيه كمان. مجانيه كمان. لو انت ما تيجي نروح نشوف الموضوع ده. تعالوا يا عم على طالما الضيافه مجانيه. لا على دماغنا ده انتوا اهل كرم يعني. الله يرضى عليك حضرتك استاذ مروان. الله يرضى عليك. طيب ما هو هدف حضرتك في انشاء شركه اللي هو المشروع بتاع السهم الاخضر؟
طبعا مشروع السهم الاخضر هو مشروع منفصل تماما عن المشروع الفلاح، وهو سجل تجاري منفصل تماما عن يعني الفلاح. ده غير ده خالص. اه طبعا ده شركه ودي شركه، زي ما قلنا لكل مشروع لازم له كيان قائم، عشان لما تيجي تعمل التداخل والشراكه ما زي ما بيقولوا كده ما نجيبش ايه زيط على عيط، لا لازم كل شركه لها الايه؟ لها التداخل والتخارج بتاعها عشان المشاريع ما تجيش ايه؟ على بعضها. فاحنا انشانا شركه السهم الاخضر لما؟ لخدمه شريحه كبيره جدا في المجتمع. تمام. احنا في حاجه اليها الان. اللي هي شريحه مين؟ الدكاتره. تمام. المهندسين، المدرسين، المحامين، مستشارين، بقى يتواصل معانا دلوقتي الان مستشارين ما شاء الله. اه طبعا جميع فئات المجتمع. اشمعنا دول؟ دول بيبقوا عايزين فعلا بيحلموا بمشروع زراعي على ارض الواقع. تمام. ومزرعه له ولاولاده كعائد استثماري على المدى البعيد، ولكن هو لا يجيد مثلا الفلاحه ولا ينفع ان هو يسيب عيادته او يسيب الانشاءات بتاعته او يسيب التدريس بتاعه او يسيب المحكمه ويجي يقعد فين؟ معانا على ارض الواقع. تمام. فقمنا بفضل الله تعالى بانشاء شركه السهم الاخضر، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده. بنقوم بتدخيل الشركه معانا على ارض الواقع. طيب. استاذن حضرتك بس خروج الى فاصل. لا تحت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل. أستاذ أسامة الفار، حضرتك تكلمت عن مشروع السهم الأخضر. طيب أنا عايز حضرتك تقول لي إيه الفرق بين الزراعات التقليدية بين شركتي الفلاح والسهم الأخضر؟ جميل. بالنسبة للزراعات التقليدية، احنا أنشأنا شركة الفلاح، اسم على مسمى زي ما بيقولوا، ما شاء الله، لخدمة شريحة كبيرة برضو من المجتمع، ما ينفعش إن احنا نهمشها ولا نهملها، اللي هي شريحة الفلاحين. تمام. بدأنا نحقق له حلم حقيقي على أرض الواقع. إيه هو حلم أي فلاح موجود؟ طبعاً الشريحة ده أنا بشرف إن أنا منها، يعني أنا مش الشريحة اللي هي الفلاحية ليس. حلمه إيه؟ إن هو يبقى عنده حتة أرض. اتفضل يا زهر. اللي هو يبقى عنده حتة أرض بياكل ويشرب فيها هو وعياله، ومعاه بيت على دماغ الأرض. ما شاء الله. يطلع من بيته يخش فين؟ الأرض. في أرضه. وتبقى أرض قانونية 100%. تمام. واتكلمنا قبل كده عن قانونية الأرض مرارا وتكرارا وكتير، وقلنا إن هي مزاد محافظة ومعاها جميع الأوراق، جواب الجيش والآثار والبيئة والمياه الجوفية والمساحة العسكرية. بيجي يستلم قطعة أرض زي ما هي عنده بالظبط في البلد. الأرض متقسمة دراع دراعة. تمام. الدراع مقسم إلى فدادين، وكل فدان، قبل كده كنا بنعمل كل فدان محبس، اصبحنا الان بنعمل لكل نص فدان محبس. لكل نص فدان محبس. معانا صوره. طيب على فكره معانا صوره مخرجنا الجميل استاذ محمد شحاته في فيديو للمي، يا ريت حضرتك تعرضه. تمام ماشي يا استاذنا، كمل. بنقسم الارض لكل نص فدان محبس غمر، اسمه عندنا في الفلاحين ري مطور، وقبل كده كان في اونيان زمان وافحل وكلام من ده، وبداوا يعملوا ري مطور عندنا في الفلاحين. فاحنا بدانا ننقل الصوره عشان ننقله نقله نسخه بكربون. الفيديو هو ده ري مطور حضرتك. هذا الفيديو ده محبس على نص فدان. على نص فدان. لك ان تتصور يعني ما شاء الله. دي غله هي بسم الله ما شاء الله، كميه ميه كبيره قوي. كميه ميه كل نص فدان محبس زي كده، يعني غمر. غمر. انا في صحراء وغمر. طبعا مش رش ولا تنقيط. لا هو بالنسبه حقيقه من باب الامانه، هو الصح في عقود المحافظه ان انت تلتزم باليات الري الحديث، ولكن احنا الان بنغسل الارض. تمام. واخد بالك؟ طيب احنا غسلنا الارض عن طريق المواسير والمحابس وري غمر وكل نص فدان محبس زي كده، لان الفلاح هو جاي بيروي طول عمره بالمكنه على الانايه، وبيدور المكنه ويسقي يقفل ينزل يسد يعمل، فهو واخد على الحياه دي. يعني ده بديل للأونيان والكلام ده. طبعا الري المطور بديل للأونيان. بالظبط. ولكن احنا بننقله ايه؟ بنقول له ده هو ري مطور، انت طول عمرك بتزرع غمر، كان عندك مثلا فدان، بقى عندك هنا دلوقتي بقى عندك 10 فدان اهو، فقدت 6 قراريط وبقى عندك 10 فدادين. ازرع حته صغيره غمر 3 فدادين ولا حاجه بس، بقيه الارض في زراعات جميله جدا.
انت احنا عاملينها قدامك اهوت، زي في نخله اهو بيكسب الفدان 80,000 بعد 4 سنين ولا 5 سنين. ما شاء الله. هو طبعا هو لا يجيد المعامله مع النخل وما سمعش عنها قبل كده، طول عمره بيعمل رز وبرسيم ومكبوره ومش عارف ايه. فهو حديث عهد بزراعات تتكافئ بيئيا مع المكان اللي احنا قاعدين ايه قاعدين فيه. فبنبدا احنا ناخده واحده واحده، ده هو نخل، ده هو ليمون، بعد 3 سنين بيطرح الفدان بيجيب له 10-15 ألف، السنه الرابعه ممكن يجيب له 30-40، السنة الخامسة ممكن يجيب 150,000 زي السنة اللي فاتت كان الليمون الكيلو الليمون بسعر كيلو الفسيخ. بقى النهاردة انت رايح السوق تقول له انت عايز فسيخ ولا ليمون، يقول لك لا هات لي فسيخ لان الليمون اغلى. الليمون اغلى. فبنبدا نعمل الليمون والنخل تنقيط ويزرع تحت منه حاجة اسمها العيلة المدادة. العيلة المدادة، العيلة المدادة اللي هي اي حاجة بتمد شمال ويمين، زي اللي هي الفرعيات اللي هي زي اللب والاناناس. أيوة والبطيخ. أيوة. وممكن يزرع له شويه فول سوداني. ممكن يزرع ده كله متوفر، ده كله متوفر بفضل الله وعن طريق مهندسين متخصصين معانا فين في الشركه بيرشدونا لهذا الامر. دي طبعا الزراعات الايه الزراعات التقليديه ان هي بتبقى غمر مؤهله ان انت تعمل فيها جزء كبير تنقيط عشان قرارات المحافظه. تمام. طيب طريقه المواصلات لمشروع السهم الاخضر. بالنسبة للسهم الأخضر طريقة المواصلات إليه بالنسبة للقاهرة الأتوبيس، أي أتوبيس جاي من القاهرة 4 أتوبيسات بيطلعوا من القاهرة تقريبا 7:30 صباحا وثلاثة واربعة عصرا وستة بين العشاء والمغرب. ده رايحين الوادي الجديد. دول بيروحوا الوادي الجديد للدخلة لأن الفرافرة أول مركز من مراكز الوادي الجديد من يمة القاهرة. يعني هي تقريبا البداية. 600 كيلو تقريبا من القاهرة أو يزيد قليلا أو يقل قليلا. هي أول مركز، فالأتوبيس بيطلع على الفرافرة وبيعدي على جميع قرى الفرافرة وبيعدي يروح فين؟ بيروح الدخل. 3 ساعات تقريبا، 6 ساعات تقريبا من القاهرة. هو بياخد تقريبا 6 ساعات، من 6 لـ7 ساعات لما يبقى مثلا بيقف براحته في ريستان. قول 7 ساعات بينزلك على دماغ الأرض. ما شاء الله. بالذات يعني السهم الأخضر فيها ميزة. ولذلك أنا يعني اختيار المكان بالنسبة للسهم الأخضر خصيصا ان انا خدته على الاسفلت العمومي في منطقه حيويه جدا لجميع شركات، مش مهم ذكر الاسامي، لاكبر شركات جمهوريه مصر العربيه في تخصص الزراعات الشجر والبطاطس والسوداني والكلام من ده. بيني وبينهم الاسفلت، يعني انا مثلا يمين هم قبل مني شمال والاسفلت في الوسط كده زي الايه ما شاء الله زي الورق كده ما شاء الله. ليه بقى؟ سهوله الوصول الى الارض. لو انت محامي، لو انت دكتور، لو انت مستشار، لو انت اي شريحه من المجتمع بتركب الاتوبيس بينزلك على دماغ. انت بتقول يعني قدام شركات الشركات اللي استيراد وتصدير او تصدير حاصلات زراعيه؟ لا لا، شركات تصدير حاصلات زراعيه منتج زي البطاطس زي السوداني. ما شاء الله. يعني اكبر يعني شركات جمهوريه هتزرع وتصدر في نفس الوقت. بالظبط. الله ينور يعني عليك. يعني ممكن احنا معانا منتج زرعنا كميه بطاطس، زرعنا كميه سوداني بين الشجر وبعضه. طبعا احنا هنشرح تفصيلا الفرق. طبعا احنا شرحنا كده الزراعات التقليديه ان انت بتزرع برسيم، رز، غله عن طريق الغمر مؤهله تعمل تنقيط. وهنشرح برضو موضوع الايه السهم الاخضر. تمام. ما هي الزراعات اللي احنا اخترناها تتكافئ بيئيا واجتماعيا مع المشاركين معانا ان شاء الله. ما شاء الله. تحت امر ربنا يبارك. حضرتك كنت تكلمت في الفرق بين الزراعات، قلت ان الفيديو اللي اتعرض ده غسيل الارض. طب ما هي كيفيه، ما طرق الري، ايه هي طرق الري التقليديه في السهم الاخضر غير الفيديو ده؟ طبعا الفيديو التاني ده احنا قلنا ان هو غمر مؤهل للتنقيط. غمر مؤهل للتنقيط اللي هو الزراعات التقليديه. تمام. فاهمني؟ فهو برضو مش غمر على طول. مش غمر على طول برضو عشان برضو ما يبقاش عشان الناس بس ما تطوش مننا. لا احنا حتى اللي بيجي لي بقول له والله بص انا عامل ري مطور يقبل التطوير. يعني ايه يقبل التطوير؟ يعني يقبل ان هو يتعمل تنقيط في اي وقت. تمام. ويقبل ان هو يتعمل رش في اي وقت. تمام. بس انا باخد العميل معانا بالنسبه لشريحه الفلاحين اللي انا بشرف ان انا منهم تدريجي، لان ما ينفعش انت تجيبه ان هو كان بيحش برسيم ولا مؤاخذه بيخرط في المربط ويطرب في الزريبه ويطهر في المسارب. معلش انا عملت كده. انا بتكلم عن نفسي. خد راحتك. انا عن نفسي انا بتكلم عن نفسي. معلش. لا خد راحتك. مش هيجي اقوم جاي نقله اقول له تعالى ازرع تنقيطنا بواحده. هو ليه وجيد هذا؟ ولكن انت طبعا بتجيبه تدريجي واحده واحده. ازرع لك حته فدانين، حته ثلاثه، بص النخل كسب ازاي، بص الليمون عمل ايه، هو نفسه بيلاقيه بايه. وده اللي حصل معانا على ارض الشركه. الناس اللي كانوا بيقولوا تنقيط ايه وبتاع ايه ده كلام فاضي، بداوا هم اللي دلوقتي بيقولوا ايه ده الغمر هو اللي كلام فاضي والتنقيط هو اللي كلام ايه
مظبوط. اما بالنسبه للسهم الاخضر هو مشروع منفصل تماما من بدايته. البير على 200 فدان عليه 100 كيلو طاقه شمسيه. ما شاء الله. وهذه جزئيه طاقه شمسيه. طاقه شمسيه. طيب معانا الاستاذ سامح من الايوبيه. السلام عليكم. السلام وبركاته. استاذ سامح اخبار حضرتك؟ الحمد لله تطلع بركات. الحمد لله. تفضل. كنت عايز بس استفهم من الاستاذ بس ايه الاجراءات اللي ممكن نعملها. تفضل. تحت امرك استاذ سامح. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. والله انت الاول تشرفنا على ارض الواقع. دي بدايه بنوريك المشاريع بتاعتنا، المشاريع اللي هي الفلاحي الزراعات التقليديه، وبنوريك المشروع الثاني اللي هو الايه السهم الاخضر. حينها بتحدد انت وضعك الاجتماعي هيبقى ايه. هل انت هتبقى ساكن معانا في المكان وهتقعد على دماغ ارضك زي الناس اللي حابه كده، ولا انت هتبقى زي ما بيقولوا طياره، ممكن تيجي شهر ممكن تيجي كل شهرين. احنا تدير لك الارض. انت تمام. تمام. انت من هو فيهم؟ تمام. احنا ان شاء الله مقومين ان شاء الله. لا مقومين ان شاء الله. احنا بنوريك ده وده. تمام. تعال وشوف اللي ناس تيجي شوف الناس. بتاخد رقم الهاتف من الكنترول وان شاء الله تتواصل معانا بعد الحلقه ونظبط مع حضرتك ميعاد وتاتينا ان شاء الله على دماغنا. المضيفه موجوده والمعاينه مجاني باذن الله تبارك وتعالى. اترك رقم تليفونك استاذ سامح. تحت امرك. شكرا لحضرتك استاذ سامح. اتفضل. طيب شيخنا، ما هي الخدمات المتوفره لمشروع السهم الاخضر؟ بالنسبه لخدمات السهم الاخضر، احنا طبعا قلنا ان مختارينه في مكان زي بيقولوا كده استراتيجي بينه وبين القرى المجاوره. ومعنى كلمه قرى بالنسبه للفرافره بيبقوا عاملين كيان داخلي، لان هناك المناطق قد تكون بعيده شويه عن بعضها بالنسبه للتجمعات والقروي. بالظبط. هتلاقي فيها البنك، وتلاقي فيها البريد، وتلاقي فيها المجلس المحلي. عرضنا الفيديوهات دي في عرضناها الدبل اللي فاتت، عرضنا بتاعه الفرافره. بس السهم الاخضر جنبها اللي بقول لحضرتك عليه ده اهو في قريه ثانيه، في مجموعه كرة، هم 10 كرة. ما شاء الله. هتلاقي فيها الفران، وتلاقي فيها المستشفى، وتلاقي فيها المطاعم والكافيتريات، كل ما تشتهي الانفس زي ما بيقول. ما شاء الله. كيفيه الوصول الى الكره هي 10 كيلو على الاسفلت. 10 كيلو على الاسفلت. طريق سريع جدا، عربيات رايحه جايه كده اهو. دقيقه واحده بتكون ركبت اي عربيه، عربيه جنب وعربيه نص نقل، ولو انت معاك بقى موتوسيكل ولا حاجه ما ياخدش 5 دقائق. 5 دقائق. معلش، قانونيه الارض زي هي نفس القانونيه. ماذا قانونيه الارض؟ نفس القانونيه اللي هي مزاد محافظه لها جواب الجيش الاثار البيئه الماليه الجوفيه. تم لها عمل مزاد والمزاد ده هو بيبقى له رقم ويبقى له تاريخ وبيعلن عنه كمان في الجرنان. قلنا للمزاد ده هو طالما رسى على الشركه بيعقبه حاجه اسمها محضر تسليم مختوم من لجنه املاك الدوله، ومختوم من صندوق استصلاح الاراضي. تمام. ومختوم من الشؤون القانونيه، وكمان الاداره الهندسيه ان هو خارج اي مشروع من المشروعات في اي سنه من السنين، عشان ما ينفعش بعد ما نزرع ونقلع يجي يقول لك مثلا ده الارض ارض جيش، ده الارض المحافظه عامله عليها مشروع تنموي. كل هذا واكثر بيبقى موجود فين؟ في القانونيه بتاعه الارض ومحضر الايه؟ محضر التسليم. اعتقد ان في قصص نجاح كتير جدا للمشروعات دي، وان يعني في كمان قصتين نجاح معانا فيديوهين. يا ريت نطلع نشوف التقارير دي يا استاذ محمد لو جاهزه مع حضرتك. طيب هنطلع لتقرير نشوف قصه نجاح ونرجع لحضراتكم. الاستاذ اسامه يعرج عليها ان شاء الله. النظام هنا كله مواسير ومحابس زي ما انت شفت. لا حاجه حديثه بصراحه. بيفتح المحبس على التربيعه وينقل يبدر الكيماوي في اللي بعد منها على ما يخلص. دي تكون ديت ايه بدات حاجه كده ايه زي ما بيقولوا. يعتبر حضين فدان صح؟ لا فدان وشويه. الحضين عندي فدان وشويه. استاذ محمد ربنا يبارك فيك، انت ايه رايك في الوضع؟ لا الارض تمام والوضع تمام ان شاء الله، يعني على خير الله، والطاقه الشمسيه على الارض ووضع تمام يعني الحمد لله. يعني موضوع الطاقة الشمسية مريح. ده موضوع الطاقة الشمسية خسرانين منه. الجهاز زي ما احنا قلنا آليات النجاح اللي هي القضاء على الجهاز وبدلها الطاقة الشمسية، القضاء على الأونيان بدلها المواسير ومحابس اللي احنا شفناها. في طبعا تساؤل يا جماعة جالنا احنا هنبثه دلوقتي على الهواء. طبعا بعد التساؤلات اللي بتجيلي باستمرار بحاول ان اقوم جاي مجمعها وقايلها في معاينة زي كده وقصة نجاح زي كده. ايه هو التساؤل؟ واحد بيقول لي تعالى يا عم حمدي. تعالى بس يا عم حمدي تعالى. احنا معانا عم حمدي هتيجي بالعافيه يا عم حمدي. تعالى صورنا تعالى يا
حمدي. معانا عم حمدي ربنا يبارك فيه من اطور غربيه ربنا يحفظه. بسيون 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 ولا اطور؟ لا بسيون يا شيخ. بسيون زي اطور زفته زي ميت غابر هم الاثنين واحد. ماشي ماشي. ربنا يبارك فيه يا عم حمدي. لا حاسس ان هو مبسوط جدا. بقول له روح يا عم حمدي. روح يا عم حمدي. عايز تروح والله؟ مش عايز تروح ليه؟ خير اهو. الارض جايه بخير والله. اول سنه ودي الزرع قدامك اهو خير اهو على الطبيعه اهو. والله اول زرعه الحمد لله وكل حاجه متوفره الميه وكل اللي مكان كله متوفر. خير خير خير. انت بتفرح السنه دي الزيتونه دي. هو انت بتبني قد ايه على الفدانه المساحه؟ مش شايف مين اللي موجود بالنسبه للمساحه؟ انت ليك 2.5% بس. انت يعني هم الناس بيساعدوا لو انت مثلا زادت عن كده عشان في حوش في بتاع طالما في تنميه يعني مفيش مشاكل. عم حمدي تعالى ما تمشي. خلص بقى عم حمدي. انت 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 جيت وقعدت واستقريت. اي ايه اللي عاجبك هنا؟ ايه اللي بسطك؟ ايه ايه الرسائل اللي تبعتها للناس في كل مكان؟ دردش كده شويه. ادعو كل كل العالم والله كل البشر اللي عنده امكانيات يجي هنا الفرافر يتفرع على الارض. هنا الخير هنا الطبيعه. والله انا جيت من عايز امشي من هنا. الزرع اللي انا واقف فيه ده والله اول سنه تنزرع على الارض وجايبه خير وزرع وزرع ليمون طنجير وزرع غله وزرع شعير وادي المباني بتاعت كل حاجه وامكانيات متوفره عند الشيخ اسامة وكلمته زي السيف وراجل محترم. ربنا يحفظك. كل حاجه متوفره لنا والله. ربنا يحفظك. هتاخد كام بقى الحبه دول؟ ربنا يبارك فيك يا عم حمدي وربنا يحفظك ويرزقك ويحسن ختامك ان شاء الله. طبعا التساؤل اللي احنا قلنا عليه عشان بس الموضوع ما يسرحش مننا اللي بعض الناس بيقولوا لي احنا سمعنا ان البهايم والغنم يعني ما شاء الله عم حمدي يعني اول سنه زراعه ما شاء الله. طبعا ايه راي حضرتك؟ ده ايه رايك انت؟ ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. ببقى سعيد قوي لما يبقى واحد كان بيحلم حلم وفجاه بيلاقي حلمه اتحقق قدامه. واخد بالك؟ لا سيما لما يبقى هو جاي متخوف. لك ان تتصور ان الفلاح هذا اللي بيجي يعني له صدود كثيره جدا في البلد. ده رايح فين؟ انت خايب. ده انت هتروح الارض هياخدوها منك. ده هياخدوا منك كل شهر مش عارف كام. ده الارض خدوها من فلان. ده خدوها من هذا الكلام ليس صحيح. اعداء النجاح. اعداء النجاح المثبطين. فهو طبعا عم حمدي والله انا كنت بقول له روح يا عم حمدي انت غبت ليه هنا؟ قال انا مش مروح من هنا اضم واروح. طبعا بنى البيت اللي انت شفته على دماغ ارضه البيت الريفي الجميل اللي احنا بنقول عليه اللي هو ارضك في بيتك. انت حضرتك بتروح هناك كل قد ايه؟ على طول لازم متواجد متعايش مع الناس دي. ما شاء الله على طول. ده مشروعي مشروعي لازم الناس دي كل يوم اشوفها بيبقى معايا معاينات. يعني تبقى حاجه جميله قوي لما واحد ده اذا واحد زي ده مثلا قاعد في البيت يقول لك اتفضل تعالى والله ما انت ماشي ما تشرب شاي تعالى انت فطرت اجيب لك فطار. ده حد ذاته نجاح. ده طبعا ببقى سعيد جدا بسعاده الاخرين في هذا الموضوع ده بالذات. يعني موضوع ان هو نقل زي ما بيقولوا ونجح ما شاء الله. طيب معانا الاستاذ عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عماد. عماد انور مع سعادتك ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ عماد. انا بحيي حضرتك والزميل مع حضرتك في البرنامج. بصراحه برنامج في منتهى الجمال وفي ماده قيمه جدا جدا جدا. وبتوجه بالتحيه لاخويا الكبير الاستاذ اسامه الفار رئيس مجلس اداره شركه الفلاح للاصلاح والصنع والصحراوي. ربنا يبارك فيك يا عماد. ربنا يحفظك. ربنا يعز حضرتك. انا بحييك يا حاج اسامه على الدور والمجهود الجبار اللي بتبذله حضرتك في مدينه الفرافره. بصراحه انا بحييك وكل فريق العمل مع حضرتك في شركه الفلاح. ربنا يبارك فيك. ده شرف كبير لينا والله ان انت شرفتنا الاستاذ عماد. طبعا هو اعلامي زميل حضرتك ما شاء الله. وانا يعني من خلال برنامج ملتقى الاحبه للزملاء الافاضل اللي موجودين مع حضرتك جزاك الله خير. انا بشكر حضرتك جدا جدا على واجب التحيه اللي حضرتك قدمته لنا في الزياره الماضيه ان شاء الله. ان شاء الله على دماغنا يا عماد. ده شرف كبير لينا والله. ربنا يعز حضرتك يا حاج اسامه وان شاء الله نتمنى باذن الله ان يكون لنا لقاء اخر مع حضرتك باذن الله ان شاء الله على ارض الواقع باذن الله. وجاء يوم الحصاد. انت جيت طبعا يا استاذ عماد يعني بارك الله فيه. هو اعلامي متميز جدا وراجل محترم جدا. اتانا الى ارض الواقع وصور معانا في على قناه صوت العرب. جانا على ارض الواقع وصور معانا وعاش قصص نجاح مباشر على ارض الواقع. بارك الله فيك ما شاء وان شاء الله, الله لنا تواصل مع بعض يا زعمات زي ما اتفقنا. وجاء يوم الحصاد ما شاء الله. استاذ احمد مسعد زيدان يبدو ان في مفاجاه حلوه لحضرتك. والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مروان الله يكرمك، ازيك يا حاج عامل ايه؟ الحمد لله والله تمام. ازيك رضي الله عنك. اخبارك يا استاذ مروان؟ تمام والله الحمد لله. استاذ حضرتك والله بالبرنامج بتاع حضرتك والشيخ احمد طبعا والشيخ اسامه الله يرضى عنك، ربنا يبارك فيه كلنا، ربنا يكرمك. اللي هيبقى جارنا ان شاء الله في وقت قريب يعني ان شاء الله. ربنا يبارك فيك، ده شرف كبير لينا. ازيك والله خير. معنا طبعا الحاج موسى زيدان والد الشيخ احمد طبعا، ووافتك جنب احمد الحمد لله رب العالمين. ده احمد اخونا، اخونا الكبير مش الصغير كمان. ربنا يبارك يا مروان. عايز الشيخ اسامه بقى في كلمه لو سمحت. تفضل تحت امرك. السلام عليكم يا شيخ اسامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا الفاضل. حبيبي اخبارك ايه؟ الله يبارك في حضرتك. الله يديك الصحه يا عم. برد علينا احنا هنبقى جيرانك بقى. حاضر، ده شرف كبير لينا والله يا حاج موسى. شرف كبير. مش فاهم القصه قوي. انا قلت لك ابعت لي تفصيل عن المشوار ده، احتمال عوز 10 او 7 حسب ما تمشي معايا يعني، عشان برضو هنعمل حساب ان انا في مصاريف طبعا. اكيد طبعا. انا عملت دراسه لفضيله الشيخ احمد ان شاء الله. وبرضو انا لسه هتكلم عن حاجات على المشروع باذن الله، هتفهم منها حاجات كتير باذن الله تبارك وتعالى. وان شاء الله نتواصل مع بعض وتشرفنا وعلى دماغنا وكل اهل البحيره يعني. الله يرضى عنك ان شاء الله يعني. الله يديك الصحه، الله يبارك في حضرتك، ده شرف كبير لينا والله. جزاكم الله خير يا والد. شكرا لحضرتك الحاج مسعد، يعني ربنا يبارك فيك وفي سعيك وفي هذه الثمره. ربنا يبارك يا والد، ربنا يبارك. حضرتك كنا بنتكلم عن الفيديو بتاع عم حمدي. حان وقت الحصاد يعني. هو خلاص حصاد القمح طبعا احنا عندنا بنتابع مع المشاركين معانا يوم ما يجي ويعاين تمام، ويوم ما يبدا فعلا يبقى هو على اعتاب الجديه والشراكه في الشركه وعلى ارض الواقع زي عم حمدي كده الان. استلم وزرع وبيدور كمان ومبسوط ومنبهج وبينادي الناس. طيب عم حمدي وجاء يوم الحصاد، يوم الحصاد شكله عامل إيه؟ إيه الارض بتقول ايه النهارده؟ احنا لو شفنا ارض عم حمدي الشارع اللي كنا فيه ده، هو ما شاء الله شرير وقمح، شرير وقمح حلو كده ما شاء الله، تمشي كده يدريك ما شاء الله. حاجه تبارك الله، لا قوه الا بالله، بسم الله ما شاء الله ربنا باذن الله تبارك وتعالى. فانا ببقى مبسوط جدا بقصص النجاح اللي موجوده على ارض الواقع عشان تبقى مثل للمجتمع كله ما شاء الله. طيب هو معلش انت ما الفرق بين شركه، معلش نرجع تاني، بين شركه الفلاح ومشروع السهم الاخضر؟ مشروع السهم الاخضر احنا قلنا ان هو تقسيمه بيبقى السهم 5 فدادين. في رسمه معانا لل الرسمه اسمها محمد كده مع بعض. 5 فدادين للفرد، 5 فدادين هو السهم، 5 فدادات السهم، 5 فدادات ممكن تاخد سهم وممكن تاخد 2 وممكن تاخد 3 وممكن تاخد زي ما انت عايز، وكمان ممكن تاخد نص سهم. حقق حلمك واضرب سهم. اضرب معانا ان شاء الله. وكمان ممكن تاخد ربع سهم كمان، مش هنحرمك ابدا. واحد عايز مثلا عايز يزرع فدان وربع. طيب مجدول وضح او بص كروكي شركه كروكي. السهم الاخضر 39 سهم، لان هم المفترض 200 فدان السهم 45 تمام. بس احنا عملنا، شفت الحته المتظلله مربعات دي تمام. دي انا عملتها 5 فدادين قريه فيها كل سهم ليه قطعه مباني، القطعه 15 في 15 على 4 شوارع، الشارع 10 متر ما شاء الله. ده بالنسبه للحته المتظلله دي. ده انت عملت تخطيط عمراني كمان طبعا. هو انت بتعمل كيان قائم في المكان ما شاء الله. عشان يبقى ليك سهم، دي ارقام اهي يعني. انت مثلا جيت تشارك معايا يبقى انت ليك السهم رقم كذا، واخد بالك، نازل لي سكه عموم اللي هي المتظلله الاسمر ديت، يبقى انت السكه ماسكه من الاسفلت نازله لحد السهم، وجارك السهم اللي جنب منه سكه ثانيه، بينكم وبين بعض سكه ما شاء الله. كل سهم من دول له قطعه مباني فين؟ في القريه، بحيث انت تنزل من الاتوبيس على القريه، على القريه، ومن القريه على السهم بتاعك. طيب واحد تاني بيقول انا طب انا لازم اقعد في السهم، ما ينفعش ابني في الارض. مش مشكله، ابني في الارض. لو عايز تعمل لك لمؤاخذة زريبه مواشي، اعمل في زريبه مواشي في الارض، اعمل على راس الارض، على دماغ الارض زي ما بيقول. ولكن الشريحه اللي احنا بنتعامل معاها بالنسبه للسهم الاخضر هو عايز دي تمام. يبقى عايز ايه؟ عايز مجتمع عمراني متكافئ ومتجانس مع بعضه في مكان واحد، هيبني استراحته، هيحط عليها وحده طاقه شمسيه، هيجي من اتوبيسه او اللي بيدير له السهم بتاعه اللي ما كناش احنا هنديره تمام. يبقى قاعد في الاستراحه بتاعته. قلنا السهم 5 فدادين، معمول له شبكه تنقيط ومزروع ليمون وزيتون. ده الفرق تمام. بقى التانيه زراعات تقليديه،
وديت زراعات غير تقليديه، ليمون وزيتون، ده الاصل عندنا. تمام. طيب واحد تاني بيقول انا مش عايز ليمون وزيتون، انا عايز اعمل نخل. عايز تعمل، مفيش مشاكل، هنشيل له حق الليمون والزيتون من القصه، ونقول له النخل هيكلف كذا ما شاء الله، وناخد منه الفلوس ونزرع له، او هو يجيب الزريعه واحنا نزرعها له. ما شاء الله. واحد عايز السهم بتاعه ليمون فقط، مفيش مشاكل، بنلغي له الزيتون ونعمله له كله ايه؟ كله ليمون. طب ايه نوعيه الليمون؟ تمام، عشان بعض الناس ممكن يبقى عايز يسال يقول لك ايه نوعيه الليمون، لان الليمون انواع. ايوه. فالليمون بعد التحليل والتفحيص والتمحيص وتحليل الارض والبيئه اللي احنا قاعدين فيها هناك، لقينا اللي بيجيد عندنا حاجه اسمها الليمون البنزهير البذري. بعض الناس هيقول لك بنزهير بذره، تزرع ليمون لسه بذره ولسه نستناها. لا، هو اسمه كده، ولكن هو عمره من الصوبه سنتين اتنين. تمام. سنتين ويطرح كبير كده، متر وشويه ما شاء الله، بيبقى عمره سنتين اتنين. بينحط في الارض، بيتعمل له الخدمه بتاعته عن طريق السباخ والكبريت والسوبر وغيره. طيب، في برضه تجار لشراء المحاصيل دي؟ طبعا ده احنا في تجار، بالذات في البحيره عندكم، انت في البحيره وانت لا تدري اين التجار. لا، البحيره بالذات، مركز بدر وغيره، هم بيجودوا هذه مركز بدر. مخصص مركز بدر. الفدان الليمون ما شاء الله الدراسه بتاعته، وبعد سنتين بيبشر اللي احنا بنجيبه ده، هوت بعد ثلاث سنين بيبدا يطرح، يجيب معاك 10-15 ألف الفدان. ما شاء الله. ده بالنسبه للسنه الثالثه. السنه الرابعه بيبدا يجيب معاك من 15-20-30 ألف، وكل ما يكبر ما شاء الله الشجره بتكبر وتتضاعف. علاوه على كده، ده مش لتجاره بس، ده ممكن يؤجروا منك الشجر ناشف كده، شجر كده ناشف في قبل الموسم بتاعه. تمام. وهم اللي يسمدوه، هم اللي يرشوا له الزهره ويقصبوه بايديهم. اديهم انت بس الارض بالشجر ومورد الميه، وهم اللي بيعملوا كل حاجه. كان السنه اللي فاتت بيتاجر ب 50 ألف جنيه الفدان الواحد. ما شاء الله. بعض الناس يقول لك طب انا يا عم اخر الساعه اخر العمره راح ازرع ليمون. ايوه يا عم، في زراعات بتجيب فلوس. صحيح. احنا ما ينفعش نركز على حاجه ونسيب حاجه. ما شاء الله، انت حضرتك يعني تستحق وزاره التخطيط. ربنا يبارك فيك. ما شاء الله. يعني فاحنا قلنا هو بيستلم السهم خمس فرادين، لو عايز كذا سهم مش مشكله، لو عايز نص سهم مش مشكله، لو ربع سهم مش مشكله. تنقيط بالطاقه الشمسيه 100 كيلو على ال 200 فدان. يعني ايه 100 كيلو على 200 فدان؟ يعني 100 كيلو كهرباء غاطس 100. لما قسمنا الارض مع اهل التخصص، لقينا ان انت هتروي النهارده، هتفوت بكره وبعده، ترجع الميه تجي لك تاني. يعني اليوم الثالث تجي لك الميه. تجي لك الميه. ميه كتيره جدا ما شاء الله. ودراسه بفضل الله عاملينها على اعلى مستوى لنجاح هذا المشروع، لان احنا نجاح المشروع ده هو بيستجلب شريحه كبيره جدا من المجتمع، وهيبقى نجاح لشريحه كبيره جدا من المجتمع. احنا عايزينهم ان هم يحققوا حلمهم، واحنا نساعدهم بفضل الله. ما شاء الله. طيب، باقي لنا جزئيه مهمه اللي هي جزئيه مراعيه الارض. ده كان سؤال حضرتك عايز اساله اللي هو تفضل. ربنا يبارك فيك. جزئيه مراعيه الارض، انا راجل مهندس او دكتور او الاخره، مش هقعد في الارض، هتراعي لي الارض ازاي؟ بنعمل مع حضرتك عقد وكاله منفصل خالص عن عقد الشركه وقانونياتك معانا. عقد وكاله. عقد وكاله مكانك في الارض. طب ممكن حضرتك تفصل عقد الوكاله. تمام. ده عقد الوكاله ده هو بيبقى مبند، بيبقى عباره عن عقد اتفاق ووكاله عنك بالسهم رقم كذا، زي ما احنا شفنا السهم ليه رقم بالظبط، ان احنا بنتولى زراعه، بنتولى ري السهم ونظافه الشجر، وبنتولى الكشف على الشجر عن طريق عن طريق مهندسين متخصصين في هذا المجال. ما شاء الله. واخد بالك؟ والسهم بتاعك ده ليه رقم، عاملين عليه لوحه، واللوحه دي عليها اسم حضرتك. ايوه. ورقم السهم. ما شاء الله. يبقى السهم رقم كذا باسم صاحب السهم. باسم صاحب السهم. واخد بالك؟ اللوحه معموله كده على السكه العمومي بزاويه كده. ليه بقى الرقم ده هو؟ كي يسهل الينا ان احنا انت مش موجود، نتابع السهم بتاعك ونصوره لك ونبعته لك. طيب، حضرتك متابعة السهم او ان انت تراعيه، طبعا بيكون في نسبة، لازم عائد مادي. صحيح بالظبط. انا عايز اسال في الموضوع ده. أكيد. نسبة او اعتقد نسبة ولا عائد مادي؟ لا ما تنفعش نسبة. تمام. لان الشجر ده حاجة مزمنة بعيدة. ففي الحالة دي احنا عملنا دراسة، يعني زي ما بقولوا كده، حاجة كده يعني على هامش بسيط جدا.
بناخده من صاحب السهم على الفدان 100 جنيه شهريا. يعني لو عندك فدان 100 جنيه يعني لو عندك خمس فدادين ب 500 جنيه شهريا ولا حاجه ما يجوش ولا حاجه خالص. المواصلات من مصر 140 لو انت رحت وجيت القاهره بتصرف 300 جنيه وتصرف لك 50 جنيه مواصلات ما شاء الله يبقى كده كام 350. احنا بناخد منك 500 جنيه شهريا عشان احنا بنروي لك الارض كل 3 ايام مره على السهم الواحد. الله يجزاك الله خير. طيب واحد عايز ياخد السهم بتاعه ويراعيه هو مفيش مشاكل تمام. جايب قريبه عشان يراعي له ارضه ويقعد فيها مفيش مشاكل احنا نراعي له بنراعي له واخد بالك العقد اللي انت طبعا انت عندك يد عامله في موجود يد عامله قائمين في المكان قائمين في المكان وهذه جزئيه مهمه جدا ان بالزبط. انا باخد ارض في مكان حيوي عشان اقدر ادير الارض تمام. ما يمشيش مني عامل مثلا وما اعرفش اجيب عامل مكان لو انا طيب ال 500 جنيه ده بتدفعهم شهريا شهريا او كل شهر ولا بتاخدهم منه في اخر الحصاد؟ لا 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 اول كل شهر عشان يبقى هو متواصل معانا في حوار بيننا وبينه. طب هيوصلك ازاي؟ هيجي لك عن طريق البريد عن طريق بنك مصر عن طريق فودافون كاش. هذه جزئيه سهله جدا ولكن انا عايز اتكلم معاه. عملنا للسهم الاخضر هيكله اداريه منفصله عشان يسهل علينا التواصل مع العميل معانا في قلب المكان ان احنا نبقى هو معانا رقم العميل ورقم الواتس بتاعه نسأله يتواصل معانا نبعت له الصور بتاعت الأرض هو شايف شجره بيكبر قدامه يعني هو ممكن يلمح الشجر غيرنا صحيح. احنا كمان عقد اللي احنا بنقول عليه انت حضرتك سألت عليه العقد ده مكتوب فيه بنود جميلة جدا ان احنا بنتولى الأرض مقابل 100 جنيه كل فدان والعقد ده هو يجوز له ان هو يفسخه في اي وقت واحنا ما نفسخهوش وهذه جزئية مهمة جدا يعني يجوز له ان يفسخ العقد عقد الوكالة وحضرتك لا يحق لك لا يحق لي ليه عشان يبقى هو زي بيقولوا ايه هو السايب وانا المربوط زي ما بقول لك بابا في الكلمه ما شاء الله ليه هو مثلا كان مسافر وعمل معايا عقد بسنه وراح هناك الظروف لقى نفسه ان هو يجي يقعد في السهم بتاعه احسن وهو عامل معايا عقد اقول له لا ده انت لازم تستنى السنه لا 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 ان شاء الله ده انت يعتبر متصدق الله ينور عليك فهو يجوز ان هو يفسخ العقد وما يجوزش لي ان انا افسخ العقد في اي وقت ما شاء الله وهذه جزئيه اهم ليه يقول لك هو ممكن في اي وقت يقول لي تعالى خد ارضك طب انا مسافر وانا قايل له انا مش جاي بعد 3 سنين واخواتي عمرهم ما يروحوا هناك وانا ما عنديش حد اصلا يروح هناك طب ما هو كده انا اتورطت ما شاء الله هذه جزئيه مهمه جدا موضوع عقد الوكاله ان احنا بندير لك الارض سنه 2 3 4 10 ان شاء الله يوم واحد نحاسبك عليه وندير لك ارضك وندير لك سهمك باذن الله تبارك وتعالى استاذ احمد نعم. حضرتك في الكواليس كنت عايز تتكلم عن الموضوع عن الموضوع والله اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعه باحسان الى يوم الدين وبعد كنت في النهارده في صباح ذلك اليوم حدثتني اخت النهارده تمام الاخت صدمت وفوجئت بتقول انا نفسي انتقب بس مش عارفه تمام ماشي طيب ليه ماشي قالت من كلام الناس اولا احب اوجه رساله للاخت هي تشاهدنا الان احب اوجه رساله للاخت انا مش عايز حضرتك تقولي انا عايز انتقد بس مش عارفه لا انت مش عارفه انت مش عايزه لان انت لو عايزه مش هتقولي مش عارفه هتاخد القرار الصحيح اللي انت تمشي على الطريق الصحيح ما شاء الله النقاب ان لم يكن فرضا فهو فضل الله ان لم يكن فرضا فهو فضل صح مش فرض انا عارف كلام الناس بيوجع عارف المحاربه عليك من كل جهات بتدمرك ولكن انا عايز اعرفك حاجه واحده بس هي حاجه واحده بس اصبري ولك الاجر انت لو صبرتي هيكون لك الاجر يعني فضيله الشيخ اسامه بيدي للفلاح الزرعه باخر السنه بيلاقيها اينعت فانت لو عايزه الاجر في الجنه هتلاقيه خديه من الدنيا يقول الحق تبارك وتعالى في مجمل تفصيله ومحكم تنزيله يقول عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف كلمة أن يعرف أنا أوقف عنه شوي يعني أن يعرف الإنسان أو الشخص بيعرف من وجهه تمام يعني مثلا لو شفت الأستاذ مروان أو الشيخ أسامة ماشيين كده على بعد من الزمن من بعد المسافه كده شويه هقول ده ممكن احتمال يكون ده الشيخ اسامه او الاستاذ مروه ماشي اما لو شفت حاجه كلينيكي كده في وشي في وجهي هقول ده الشيخ اسامه ده بلا شك ده الشيخ اسامه تمام فالانسان يعرف من وجهه من وجه جميل فهنا قال اي يعرف بغرض تغطيه الوجه ماشي اختاه
أنت كقطعتي الحلوى ماشي، قطعة تغطى وتحمى فهذه تبعثر عليها الذباب لكي تدخل في الحلوى فلا تستطيع، القطعة الأخرى ها القطعة الأخرى يعني يعفن عليه الذباب بأقصى المستطاع ماشي. فأنا عارف الكلام إنه صعب وعارف الكلام إنه ضخم، لكن دي تفكيرهم. وحتى سيدنا موسى وكل الأنبياء حاربوا حرجوا. فأنت دلوقتي فضيلة الشيخ أسام ياسر برهامي كان في مقال جميل جدا بيقول إن البطون إذا جاعت أكلت الجيف، وكذلك العقول إذا جاعت أكلت عفونة الأفكار. ما شاء الله ما شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله. ربي يفتح عليك يا شيخ أحمد. ما شاء الله ما شاء الله، أديت فأوفيت، جزاكم الله خيرا. شيخ أسامة، يعني في أنا عايز في موضوع برضو نتناقش معه سويا في الموضوع ده، لأن خلاص الوقت قد يبدو أنه انتهى. بالأمس أو امبارح كنت يعني أتصفح الفيس، يعني وجدت فيديو غريب. ما هو؟ شاب يمسك مصحف وفي المسجد ويقرأ القرآن. لا، ماذا يفعل؟ يغني. يا الله. يغني في المصحف، بالمصحف في المسجد. لا حول ولا قوة إلا بالله. والأغاني عيانا بيانا، يعني مش هقول لك بقى أغاني مهرجان أو غير أو غيرها، هو بيغني في المسجد وبيرقص كمان. يلا. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده يا شيخ أسامة؟ يعني هذه يعني حاجة غريبة جدا، أنت بصراحة فاجئتني بقى الآن، ولكن إحنا بنقول برضه بصراحة أنا صدمت، بنعرج على أختنا المسلمة برضه. تمام. برضه معلش الشيخ أحمد ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه. ما هو الأفكار يعني هي كل دي أفكار، ما هي الأصل حقيقة. هو الأصل عندنا برضه الأخت المسلمة. تمام. يعني هي الأخت المسلمة هي نصف المجتمع. تمام. صحيح. ثم تلد لنا النصف الآخر فهي المجتمع بأسره. ما شاء الله. تمام. طيب هذا النشأ وأزمة الأخلاق التي تفشت في المجتمع، أيوة، من المتسبب؟ هي متسببة في هذا. بدل صحيح. ما تشغل دماغك بالمجتمع ده تمقبض ده قلع ده شوية هتقلع عشان عينها وجعتها والكلام الفاضي ده، هو عنك. عليك بالنشأ والتربية. بالظبط. أزمة الأخلاق التي تفشت في المجتمع الآن يجب القضاء عليها عن تربية النشأ من الصغر. بالظبط. واخد بالك؟ فهذا من النشأ والبيئة. تمام. ما هو ده لو فعلا كلام حضرتك، الاخ ده لو والدته ووالده ربوه واهتموا بيه من نشأه ما كانش فعل ذلك. بالظبط. يعني طيب عايز تعليق اخير من الاستاذ احمد بسرعه علشان الوقت. انا احب اقول للاخ ده ان يا بني انتبه، يا بني تحمل مسؤوليتك، يا بني العقوبات تطرى، يا بني النار تطلع على الافئده، يا بني ان لم تنتبه الان ستسقط يوم القيامه في نار جهنم. تمام. جزاكم الله خيرا. يعني الوقت ممتع مع حضراتكم، ربنا يبارك، ويعني ربنا يبارك ويبارك في سعيكم دايما. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ أسامة الفار صاحب شركة الفلاح والسهم الأخضر لإصلاح الأراضي بالفرفرة الوادي الجديد، طبعا حبيبي وأخي وصديقي الأستاذ أحمد مسعد الزان. أمتعتنا النهاردة شيخ أحمد، جزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.